دريس جناتي المرحوم اللي مات اللي قتلوه. هاد الموت ديال خويا اللي مازال لحد الان ما بغاش تفهمنا وما وصلنا حتى لشي حقيقه. راه بغينا نوصلوا للحقيقه وبغينا هاد الناس اللي سبوا لي في هاد العذاب ديال خويا بغيتهم ياخذوا الجزاء ديالهم. كاداره تربويه راه ما خصش هادشي يوقع فيها. وإلا كانت هاد البنيه ديال ولد اللي قتلاته والركله اللي ضربوا ولد بالركله وكيقولوا ولد قاتلو، كيفاش هاد الجريمه غتوقع في قلب داك البيت اللي فيه 20 مسجون في قلب البيت؟ 20 ديال المساجن اللي كاينين في قلب البيت، وخرج واحد الشاهد هو الاول في المحضر، الشاهد الاول في المحضر قال لك وقع الدباس فعلا مع هاد ولد البوليسي، دابزوا على طفايه وفرقوهم وجاو الموظفه وخرجوهم وخرجوه خاي دريس، هبطوه وداروا للمساجن اللي هما اللي منهم هاد اللي غادي نسميه الملقب كيشهد على راسو بان خرجوهم الموظفه سبعه بيهم من البيت. والموظفه اللي قالوا لهم شنو يقولوا هاد السيد منين قلت له علاش ما طلعش شهد بهاد الهضره هادي باش غيجاوبني؟ جاوبني بان داك الحبس راه كي ما عرفاش شنو كيوقع فيه، راه الراجل بقوه العصا كيقول انا ماشي راجل. بغينا الحقيقه ديال خانة تبان، سواء كان داخل داك البيت سواء من الموظفين سواء من اي واحد، غير بحال تقولوا ضربه كتقتل وكروشي الكرشو يقتلو، راه خويا تلاح من السطح وجا في الخربه وهزيناه وما ماتش. خويا تعرض لبزاف ديال العصا اللي في حياته كلاها، راه ما كلاهاش شي واحد لا من المخزن اللي كانوا كيديروا له الشيفونه والكريزي والعصا والقتله وما ماتش. غير باش تقولوا لنا هاد البنيه قتلاتو، راه ماشي هي هذه الحقيقه. راه باغيين الحقيقه ديال هاد الشيء هذا كامل، بغينا الحقيقه. راه السبب ديال خاي هما الموظفه وخويا داخل السجن اللي كان لحد الان كيعيط ويبكي ويقول بان ولد راه ما قاتلوش. بغيت حتى خاي يسمعوا له ويتصنتوا لهاد خينا اللي خرج من الحبس وجاي لعندنا ويقولنا ها شنو كاين وها شنو كاين. بغينا هاد الشيء يكون قانونيا. علاش هاد الناس كيدمروا عباد الله؟ هذيك راها اداره، راه ما خصش هاد الشيء يوقع فيها. ولو حنا ما غناخذوش الحق، حنا ما خديناش الحق وما عارفينش الحقيقه، ما عارفينش الحقيقه ديال هاد الشيء كامل. حنا ما كناش داخل السجن، حنا سمعنا من هاد الولد اللي ملقبينه بز بانهاش خرجوهم الموظفه وهما اللي قالوا لهم شنو يقولوا، وهو اللي حاضر وعارف الحقيقه كلها وما بغاش يقول. لا حني لثلاثه ديال الناس ولا اربعه ديال الناس اللي قال لي ها شكون واش كون سيري عندهم، انا ما يمكن ليش نمشي عندهم. انا بغيت الحقيقه ديال خاي تبان، بغيت هاد المشكل اللي طحنا فيه حنا اللي مشيت كنمشي للمحكمه ما كنتدعاوش، المحكمه ما كنتدعاوش. الجدرميه كنت كنطلع ونهبط فوقاش غيتقدم هاد السيد اللي معني بالامر، كيقول لك مازال. عييت نطلع ونهبط حتى طلعت واحد النهار بالصدفه وكنلقى السيد مدوزينو في المحكمه عند قاضي ديال التحقيق، داز عنده مره وحده. حنا كنعرفوا التحقيق كيضرب عامين باش كيعرفوا الحقيقه، هاد الولد داز مره وحده عند التحقيق. وفاش دخلت معاه لعند التحقيق قال لي اللي قتل لك خوك راه في الحبس وغيبقى في الحبس. مشيت خديت داك الفكره بان اللي قتل لي خويا في الحبس غيبقى في الحبس، ولكن من مور هاد الهضره هادي راه كيكون التحقيق. هادشي ما كاين لا تحقيق لا حتى شي حاجه، ما كاين لا تحقيق لا حتى شي حاجه في هاد الملف. درت شكايه للرباط، شكايه دفعتها للرباط. قبل من هاد الشكايه بعدا حضرت في واحد الجلسه اللي داس فيها هاد الولد اللي كيقولوا قاتل لي خاي. عيت في المحامي كنعطيه التصاور وكنقول له الله يسهل عليك هاد الحاله اللي فيها خاي، راه ماشي ديال بنيه وماشي ديال كروشي
وماشي ديال هاد الحاله اللي كيقولوا هاد الناس في هاد المحاضر وفي هاد التناقضات اللي في هاد المحضر هذا، راه ماشي هاد الحاله هادي. بزاف على بنيه تقتل بنيه، ولو كانت غير هاد البنيه كما قالوا هما بنيه قتلاتو وركله قتلاتو. الحاله اللي شفت فيها خاي راه ما غتنساليش، الحاله اللي شفتو راه ما عمرها غتنسالي. خويا مهرس من راسو، عرقو كله زرق، هادو كاملين زرق، يديه زرق بحال اللي كان مربوط ولا ميناط ولا ما عرفت. يعني الا كانت هاد الحاله هادي ديال بنيه والاشهادات الفرملي اللي كيشهد بان داه ودار الاسعافات الاوليه وما كاينش الاثر ديال الضرب، زائد الموظفه ما كاينش الاثر ديال الضرب، زائد الجدرميه ما كاينش الاثر ديال الضرب، راه هاد الشيء بزاف بزاف. هاد الشيء غير هاد التناقضات، هاد التناقضات اللي كاينين راه باين، كلشي واضح كلشي واضح. علاش هاد الملف ديال خويا ما يرجعش للتحقيق؟ علاش ما تدخلش فيه الفرقه الوطنيه هي اللي تدخل في هاد الملف؟ هاد الناس راه داخلين فيها بزاف، راه بزاف ديال الناس اللي داخلين فيها. نهار اللي دليت بالتصاور الخاي اخر جلسه فاش غيتحكم هاد الولد ب 15 عام اخر جلسه، عيط لي وكيل العام، زدت انا وامي، قال لي هزي يديك اليمين وقولي والله تنقول الحق. هزيت يدي اليمين وقلت والله تنقول الحق. علاش ادي يديك الحق؟ الشهاده اللي شهدت انا امام المحكمه بانني كنشهد على الحاله اللي شت فيها خويا وعلى التكرفيصه اللي شت فيها خويا، وانا قبل ما هادشي بقيت كنفليه قلبتو حتى حجرو عريتو له، كلشي عنده من فوق كلشي مدقدق كلشي بزاف على بنيه. شهدت بالحاله اللي شت فيها خاي، ما شهدتش بان راه ولد قتلو، شهدت الحاله اللي شت فيها خاي ماشي ديال بنيه، ماشي ديال بنيه. وديك الحاله اللي وصل لها امام 20 ديال الناس راه بزاف، ولو كانوا هاد الناس مقرقبين ولا مضروقين ولا اي حاجه، ما يمكنش باش يوصل داك الولد لداك الحاله هذيك. ديك الحاله راه ماشي ديال بنيه وماشي ديال واحد، هذه هي الحقيقه، ماشي ديال واحد. دليت بالتصاور واش عطيت تصاور على اساس القاضي غيبحث وغيدير التحقيقات ديالو وغيعرف كيفاش وقع وشنو وقع. وكنطالب بالكاميرات ديال 10:30 الليل فاش خرج خاي عايش من البيت ديالو وهبطوه الموظفه، شحال د الوقت راه الحبس كامل كاميرا، شحال د الوقت دوز عندهم، وشحال د الوقت باش وصل خاي للطبيب، وشنو هي الاسعافات الاوليه اللي دار هاد الفرملي وكيدلي في الشهاده ديالو بان درت الاسعافات الاوليه ولابس حوايجه وما كاينش الاثار ديال الضرب. انا كله قلبته، حاجه وحده اللي ما قلبتهاش، بلاصه ما قلبتهاش. الا كان هو تستر على هاد الشيء هذا انا ما قلبتش، قلبت خاي راسو مهرس علقو مدقدق، الظهر ديالو منجور، حجرو من فوق، الاثار ديال الضرب ديال هنا ماشي د واحد، ماشي د واحد. انا كنطالب غير بالحق ديال خاي. الا كنا كمواطنين وكبشر وكدم ولحم راه ما خصش هذا الشيء يكون عندنا. هاد الناس الا بقاو غاديين في هاد الميدان راه الا دخلات عندنا فرقه ارهابيه وبغات تشريهم باش يحاربوا هاد البلاد وهاد المغرب ويدخلوا بهاد الشيء هذا راه غيديروه. هاد الناس راه ما خصهمش يبقاو في هاد الشيء هذا. علاش هاد الحاله هادي نوصلوا ليها؟ علاش داك الولد تكرفصوا عليه وتقولوا ضربه قتلاتو؟ انا خويا راه داز عليه العذاب اللي ما داز حتى على شي واحد، في عايله وبالصوابق اللي كانوا عنده، كان كيدير كانوا عنده صوابق ودار وكلا العصا وتلاح من السطوحه ودار له الشيفون في قلب الولايه، دار له الكريزي، دار له جافيل وكلا العصا، ما ماتش. ولا كانت ديك البنيه قتلاتو انا ما نكرهش امام المحكمه يجيبوا لي هاد الولد اللي كيقولوا ضربوا بالبنيه يضربني حتى انا يقتلني ونرتاح. درت الشكايه للرباط على اساس الاطباء دايرين موتة مفاجئه، زائد الجدرميه ما شاهدينش الاثار ديال الضرب، زائد الموظفه ما كاينش الاثار ديال الضرب، زائد الفرملي ما كاينش الاثار ديال الضرب. هاد الشكايه درتها، علاش درتها؟ علاش هاد الناس كيقولوا ما كاينش الاثار ديال الضرب؟ ما كاينش،
من حقي، حيت انا لقيت تناقضات في الشهود. كاين تناقض، كاين الطبيب كيقول ما موته مفاجئه، كاين الجدارمي كيقول لك ما كاينش الاثر ديال الضرب، كاين الفرملي ما كاينش الاثر ديال الضرب، الموظفه ما كاينش الاثر ديال الضرب، الولد مدكداك. واصل لواحد الحاله اللي ما يشوفوش، ما يقدش بنادم يشوفه، ما يقدش بنادم يشوفه. في الاول كانوا كيقولوا لنا باش خلونا جالسين وناعسين وما درنا حتى شي محاوله، قال لك ضربوه بالبنيه، صرت لسانو، صرطات له لاباري، مشينا على داك الاساس بان راه صرت لاباري، صرت لسانو، تقدر تكون لاعب الكره راه صرت لسانو مات. ولكن منين مشينا وشفناه في الفريقو، لسانو ما مصروتش، لاباري ما مصروطاش، راسو مهرس. هادو الجدرميه والمدير ديال الحبس في الباب ديال الحبس قال لي راه صرت لسانو. هذا المدير راه ضربو واحد الحمق وصرت لسانو، ورحنا عاد جبناه من بالحسن. هذه الهضره ديال المدير. هذاك اللي ضرب لك خوك راه عاد جبناه من بالحسن، راه ديناه لبالحسن، ضرب لنا الشوكه، هذاك راه مريض شويه راه جبناه. هذه راه ماشي هي ديال الحقيقه. انا كنطالب بالمسؤولين، حنا راه ما عندنا لا جهد ولا قوه ولا حتى شي حاجه. حتى المحامي اللي وقف معانا وناب على خاي على اساس عنده حساس في الوداديه. المهم هذه ماشي هضره ديال هذا. المهم انا هاد السيد اللي ناب درناه ناب على هذا راه من الاول فاش بدا المحضر، وحنا كنقولوا له هاد الحاله راه ماشي ديال موت مفاجئه، وماشي ديال بنيه، وماشي ديال ركله. وهو كيقول لك الدليل والشهود ودودا، كنقول له هاد التصاور نعطيهم للوكيل العام، كيقول لي ما تعطيه حتى شي حاجه. وبقيت هكاك حتى لاخر لحظه وعطيت داك التصاور على اساس غيدخل هاد الشيء في التحقيق. ومنين سمع من عندي وكيل العام وعطيته التصاور، عطيته التصاور وقلت له الا كانت هاد الحاله هادي القتل بدون نيه احداثه وموتة مفاجئه، انت دير اللي بغيتي. نطق وقال لي ما كاينش القتل بدون نيه احداثه وما كاينش موت مفاجئه، القتل عمد. يعني داك القتل عمد انا ما نويتش غادي يتحاكم فلان، نويت القتل عمد غيبحثو، حيت ديك الحاله ماشي د واحد، ولو كاع هادو ضربو راه ضربه بنيه ما غتقتلوش، ومكرفص مدكداك. واحد الحاله راه ما يقدرش بنادم يشوفها، ما يقدرش بنادم يشوفها. ضربه دالراس المينوط، واش هاد ولد كتفو؟ عندي تصاور يديه زورق ميمطين او مربوطين، المهم الزروقيه في اليد ديالو. نقولوا داك الضربه ضربو ولد طاح تهرس من راسو، هادي غنحيدوها وهاد المبرر هو كاين، ولكن يديه حنا كبشر كدم ولحم راه ما كنموتو ما كنزراقوش، الحراره والصهد كنعطيو شويه ديال الريحه. اما باش يزرق بنادم من يديه ويديه ميمطين الراس مهرس، هاد البايص هادو ضلعصا ضلعصا ضلعصا. الحاله اللي شفتها انا تمنيت وكان ما شفتش خاي، تمنيت وكان ما شفتوش، وغتبرد لي نقول خليه الحق عند الله. ولكن بحال يجلسوا هاد الناس يدمروا في هاد المواطنين هكا ويضيعوا ولاد عباد الله، راه ما كايناش، راه ما كايناش. هاد الناس راه ما غيدمروش، ما دمروناش غير حنا، راه مازال يدمروا. الا تسكت على هاد الشيء راه غيزيدوا يدمروا ولاد عباد الله، راه غيزيدوا يدمروا. انا خويا كنعرفو صعيب، واخا هاد الضربه ديال ولد راه القطه الا ما عضاتك تخبشك. النهار اللي جابوا التحقيق ولد التحقيق كانش عيني مشات لي لوجهو، انا عارفه خويا الا ما ضرب يعض، الا ما ضرب يعض، يعني ضروري غتكون لي مرا في قلب داك في الوجه ديال داك ولد، غتكون لي مرا ديال الضرب. غيدافع على راسو وغيضرب وكيضرب، اما باش تقولوا ضربه قتلاتو ولد جايبينو لباب المحكمه حتى خبشه ما فيه، راه ما كايناش، ما كايناش. خويا خرج عايش من الحبس، بغيت الكاميرات، بغينا الكاميرات ديال الحبس. مني نحلو الباب وخرجوه وهبطوه
وداوه لعند هاد الحارس لهاد سميتو الفرملي اللي دار الاسعافات الاوليه، واللي كيشهد بيننا لابس حوايجو جاب حوايجو، راه ما عندوش الضرب في خادو ولا عنده هنا، عنده المينوط، عنده الضربه ديال الظهر، عنده سبعانو مخبوشين. هاد الشهاده اللي شدتي راه كنتي زيدتي بينتي لنا شنو كاين. درت هادشي كاين، تقبلات عندي في الرباط، صيفطوا لي ميساج في تليفوني بان هاد الشكايه تسجلات، تسجلات من موراها، ولاو عاوتاني صيفطوها لي، قال لي راها تحيلات على وكيل العام بمحكمه الاستئناف. مشيت لعند الوكيل العام ودخلت لعنده، قلت له الله يعطيك السر هاد الشكايه راني درتها، ها شنو ها شنو ها شنو. قال لي هاد الشكايه غدوز معاه نهار اثنين في المحكمه، على البارح اثنين غدوز نهار اثنين في المحكمه. قلت له كيفاش؟ انا ما فهمتش، انا هاد الشكايه راني دايراها بالاطباء ودايراها بالموظفه ودايراها بالجدرميه ودايراها قال لي قلت لك غدوز مع اللي قتل لك خوك. جيت انا مشيت في حالاتي، طلعت للجلسه جلست كنساين هاد الموضوع هذا ديال هاد الشكايه، ما تهدرش وما تجبدش، وقع التاخير في المحكمه، وقع التاخير لهاد ود وليت هبطت لعنده. فالله يعطيك الستر، انا هاد الشكايه اللي درت راها علاش درتها وعلاش درتها وعلاش درتها، وراني جيت لعندك قلتي لي طلعي للفوق. قال لي انا جيت عندي قلتي لي هذه الهضره، هاد الهضره هذه. قلت له اه راني جيت لعندك وها شنو ها شنو. دار واحد البوليسي قال له اه راه جاتها فوقاش وها فوقاش. قال له جبد لي هاد الملف. منين جبد له الملف باش غيجاوبني نتيش من شنو بغيتي في هذا اللي قتل لك خوك، راه داز في المحكمه، عطيها الرقم ديال الملف، التاريخ فوقاش غادي يرجع. قلت له سيدي انا راني دايره الشكايه بالاطباء، يعني هاد الشكايه واش دخلت للحفظ واش غتقبل واش. قال لي اللي قتل لك خوك راه في الحبس، هادي صافي ما بغاش يعطيني عليها راس الخيط، وما عطانيش عليها راس الخيط بصفه نهائيا. خرجت من عنده للباب، والبوليسي اللي كان تما هز الملف ديال خاي وهز الملف ديال هاد الشكايه هادي، خرج من البيرو قال لي انتي اش دخلك في هاد الدوامه؟ واش هادي دوامه ولا هذاك اللي مات راه خاي؟ ويلا كان ما عنديش الحق باش نطالب بهذا الحق ديال خاي ونعرف الحقيقه ديال خويا، انا بغيت غير الحقيقه، ما بغي احكام، ما بغي نعرف اللي قتلو ولا اللي ما، بغيت الحقيقه، انا بغي الحقيقه ديال هذا الملف، بغيت غير الحقيقه نرتاح. انا راني ما مرتاحاش، ما مرتاحاش، لان راه ماشي هي هذه الحقيقه ديال هذا الملف، راه ماشي هي هذه، ماشي هي الحقيقه ديال هذا الملف. والضربه ديال ولد ماشي هي اللي قاتله، انا خويا راه تعذب، وإلا كانوا عشرين ديال الناس في قلب البيت ويشهدوا سبعة، راه هادي ما كايناش، ما كايناش، راه وقعت جريمة قتل. عشرين واحد اللي كيخصها تشهد، ماشي يدخل موظف يعزل ويعزل غير شي ناس، شي أسامي وشي لقبات عندهم اللي قال لي هاد بيهم راه معروفين، وزائد اللي معروف في الصعيد العالمي والفيديوهات ديالو والمشاكل ديالو معاه في قلب البيت. لا كنت ناعس فارقته، نط فارقتهم ورجعت نعس، نط لقيتو طايح. راه ماشي هذه هي الحقيقه، ماشي هي هذه الحقيقه، حنا بغينا غير الحقيقه، بغينا البحث في هذا الشيء، وبغينا الفرقه الوطنيه اللي تدخل في هذا الشيء. هاد الناس راه ما غيقد عليهم الا ربي اللي خلقهم، حنا راه ما قادينش، حنا حتى المحامي ما 500 درهم ديال الصندوق ما تخلصاتش، قطعنا كاع منين ندوزو، ما خلاناش حتى منين ندوزو الوادعه وما تخلصاتش باش يمكننا ندافعوا، ولينا كنطلعوا للمحكمه كشهود. علاش غنشهدوا؟ حنا كنشهدوا غير على الحاله اللي شنا فيها خانه، راه ماشي دبونيه وماشي ديال كروشي، راها الحاله المضطافه، وبغينا التحقيق لداك 20 ديال الناس اللي في قلب البيت اللي قال لك هو هاد كانوا باغيين يقولوا الحقيقه وما خلاوهمش المضطافه.
عزلوا الموظفه غير ديك الكليمينيرا الصحاح اللي خرجوهم ودلاو بالشهاده ديالهم. انا بغيت غير الحق ديال خاي، انا راه ما عنديش لا باش نتبع ولا باش نطير ولا باش ننزل. انا النهار اللي عطيت التصاور وقال القاضي القتل عمد فرحت وقلت التحقيق غيبدا وغيكون التحقيق فهادشي ديال خاي، ولكن خاي 7 شهور داز مره واحده عند التحقيق، هادي مده ديال 7 شهور تفرى فيها كلشي. هادشي هذا راه ما خصوش يكون في هاد البلاد. انا كنطالب بالناس المسؤولين، هادشي هذا راه كيضر الشعب وكيضر الاولاد وكيضر الادارات السجون اللي هي تربويه. هذيك الاداره كتربي ماشي بلاصه الاجرام باش يجلسوا فيها ثلاثه ولا اربعه الناس يدمروا ولاد عباد الله ويدمروا اداره على قدها. هادشي راه ما كاينش، حقوا معنا في هادشي، عطيونا غير الكاميرات، غير الكاميرات ونرتاحوا نشوفوا هاد الولد كيفاش خرج وكيفاش وصل للطبيب وكيفاش هاد الحاله اللي وصلات له. غير هاد الشيء هذا اللي بغينا، ما بغينا حتى حاجه، ما بقيناش عندنا غرض بالحكم. حنا الحكم ما غيردناش خانة، واش الحكم غيردو؟ ما غيردوش، بغينا الحق، بغينا غير نسمعوا هي داك الكلمه ديال الحق كيفاش وقع وشنو وقع فقط. هاد الشيء اللي باغي. هذه هي الحقيقة اللي بغينا نسمعوها، بغينا غير الحقيقة. الحالة اللي شناه راه ماشي ديال بنية وماشي ديال ركلة الحجرة، وتمنيت وكان ما شفتوش، تمنيت وكان ما شفتوش ودخلت وطولت عليه، وتمنيت وكان داك الشيء اللي كيقولوا بان صرت لاباري او صرت لسانه وما نشوفوش نرتاح. انا راه عندي 6 ديال الاولاد، راني ما كننعش وما ديهاش حتى في ولادي، لان كنشوف هذا الشيء هذا غريب، هذا الشيء غريب بزاف. باش تشوفي واحد الحاله في خاك ويقولوا بنيه قتلاتو ركله قتلاتو راه ما كايناش، علاش هذا الشيء؟ شنو دار ديك الولد؟ تاب، عنده صوابق ما غنكرش، ولكن تاب ورجع كيخدم على وليداتو ورجع كيطلع يعس وخدام وكيهبط يرتاح. وبسبب هاد السيد هاد بسببو ضارب البارب بريزي، الا كان هاد السيد كيسمع لي راه يوم الدنيا وغدا الاخره العواشر هادي. هاد السيد هرسلو البارب بريز ديال الطونوبيل بفتح، ومنين هرسلو البارب بريز ديال الطونوبيل ضربو ليديه وبقى ديك الضربه وطلعوه للكلينيك بن موسى، غرزولو في الكلينيك ديال بن موسى ووقع له سوء تفاهم مع وجا الباب الدار ديالنا كيسب ويعاير. الضربه ديال داك السيد مول الطونوبيل هي باش صيف الدريس للحبس، بان دريس اللي ضربو. هذه هي الحقيقه، هذه هي الحقيقه. الا كنتي كتسمعني، المشكل اللي وقع لك مع ولد وقع لك بفتح راه بيه مشى خاين للحبس وبيه خرج لنا ميت، راه هذه هي الحقيقه اللي كاينه. وبغينا غير الحق، ما بغينا حتى حاجه، ما بغيناش نسمعوا حتى هاد الحكام، بغينا غير الحق، تبان لنا غير الحقيقه نرتاحوا.